صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والياسمين على الناس اللي كيبغيوني وكنبغيهم. كي دايرين؟ كي صبحتوا؟ كلشي بخير. هاد النهار هذا عندي ما نعاود لكم. اليوم غادي نمشي ندير الفاكسان ديالي التروزيام دوز في الخدمه، فين خدامه وراني عطله، والبنات مساكن اللي خدامين معايا غادي يخدموا فرص العام وبقاو فيا. وقلت والله تندير لهم حليوه مساكن يشربوا بها قهوه. هاد الصباح هذا هي الحليوه اللي كنت شاركت معكم في القناه ديالي، درتها اليوم. غادي نمشي نضرب الفاكسان ديالي تما في الخدمه ونديرهم الحليوه ياكلوا ويشربوا بها قهوه. تاني حاجه بغيت نقول لكم، اليوم عيد ميلاد ديال بنتي وما كايناش حدايا معاك. قلت لكم راه مجوجه وساكنه بعيده عليا. صبحت الصباح هذا درت البراسلي ديالها اللي كاتبه ليا فيه جوتام ماما، دونك حتى انا كنبغيك يا بنتي. غرو بيزو. ثالث حاجه بغيت نقول لكم، وهو ماما كان حماق عليها وكنسطع عليها مسكينه. من نهار بديت القناه وهي كتفرج وهي كتقول لي اللي زوين واللي ما زوينش، هادشي علاش كيصلحوا الوالدين. هي مسكينه كتقول لي بواحد الطريقه كتخافني نتقلق، وانا راه ما كنتقلقش، بالعكس كناخذ بالعين الاعتبار كاع داكشي اللي كتقول لي. قالت لي يا بنتي، اويلي يا بنتي، واش كديري الحلوه للناس بدوك البانيوا ديال البلاستيك؟ قتلتني بالضحك. قلت لها ماما اللي بغاني ونبغي بغيني كيما انا، البانيوات ديال البلاستيك اللي عندي راني شاريهم سبيسيال بور لي غاتو، ما كنديرش بهم حاجه اخرى. غير قالت لا بنتي ماشي بالبلاستيك. من هنا كنقول لك ماما كنبغيك بزاف والله يخليك ليا. انا دابا غادي نمشي وغادي ملي غنمشي ندير فاكسان نخرج غادي نمشي نقلب الى لقيت في صالتي ديال الجاج باش ندير الخاطر المهمه ديالي. كنبغيك يا ماما ونديرو دوره مع بعضنا في اكسيون الا كان كيعجبكم اكسيون، باسكو سي لو سول ماغازين اللي عندنا في هاد المدينه الصغيره فين ساكنه انا اللي فيها شويه ديال المعان ديال اوريونتال، باسكو مالوغوزمون ما ساكناش في مدينه كبيره اللي فيها داكشي زوين. من غير اكسيون ما كاينش فين نشري شي حاجه زوينه. دونك نديرو دوره ونشوفو واش كاين، الا لقينا شي حاجه باش نزوقو الطابله ديال راس العام مع بعضنا، ونشوفو سيغتو الا لقينا لي صاليتي ديال الجاج باش ندير الخاطر مهمتي. يلاه كنبغيكم بزاف وكنقول لكم تابعوني اتوتالير. هنايا وصلت الاكسيون، ما عادش بان لكم ولا لا، اختكم راه نيل في التصوير. ونشوفوا مع بعضنا شنو كاين ونشريو داكشي اللي خاصنا.
كوكو، انا رجعت معكم، رجعت للدار، رجعت اكسيون. عندي فيه واحد المشكله كبيره، وماشي غير انا بوحدي، بزاف ديال البنات كنسمعهم كيقولوا هذا المشكل اللي عندهم. اكسيون ما كازا كتدخلي ليها كتقول لي ما غنشري حتى حاجه، ولا غتشري غير حاجه كتخرجي ب 100 حاجه، ما عرفتش علاش. المهم البنات، انا شريت فوالا، غادي نشارك معكم كاع داكشي اللي لقيت، وغادي نشوفوا واش لقيت لي صالادي اللي قالت لي ماما ولا ما لقيتهمش. انا غادي نوريكم كاع داكشي اللي لقيت. انا لقيت هاد لي صالادي هادو، ما لقيتش هادوك ديال الدجاج اللي بغاتني ماما نشري، ما لقيتهمش. خديت هادو، غادي نشوف واش غادي نقدر ندير بهم لي كاطو. هادو بغيت نبقى نخلط فيهم الكاناش ديال لي كاطو شوكولا والتخربيق الاخر. غادي نشوفو الا ما صدقوش لينا نديرو بهم حاجه اخرى. المهم هادو هما اللي لقيت في اكسيون، خديتهم هاد الصباح. هذا هادي شويه عوجه ما شفتهاش، معليش. ابخي شنو لقيت اخر البنات؟ لقيت هاد المقيله هادي باش نبقى نقلي فيها الكفته ولا المرقات ولا الدجاج اللي بغيت نقلي فيها ولا نشوي فيها. عجبني لا فورم ديالها فريمون، ديال تاع الكرياد. خديتها من اكسيون هاد الصباح. خديت هاد المقله هادي، وصراحه مش عندي بزاف. خديت هاد المقله هادي غارقه شويه، كنبغي ندير فيها تسي لي ليغوم صوتي. بالمره كنبغي ندير الخضره مصوطيه مع لي بات ولا مع نابورت كوا. المهم خديتها هذه، ندخل ندير فيها غير الخضره. حتى هي خديتها من اكسيون، وغنوريكم انا كاع المقادير اللي خديت. خديت هذه المقيله هذه صغيره، من بعد الا كان عندي الوقت ولا كان عندي الفلوس نزيد وحدين اخرين، يعني كتعجبني. لان في الصباح اللي بغى يفطر بالبيض يدير بيضه ولا جوج انديفيديوال لواحد قدامه، كتجي زوينه عجبتني. خديت ثاني ديت هاد الكاسرونه صغيره، بعد ما كنبغي ندير كاطو كنبغي نسقيه سوا بجي دورانج نسخنو سيرو، سوا بحليب الشوكولاته سيرو. المهم كاسرونه صغيره باش نبقى ندير الكاطو، عجبتني حتى هي. حتى هي خديتها من اكسيون. ابخي هادو راني خديتهم باش نديكوريو بهم ان شاء الله مع بعضنا الطبله ديالت الريفيون. الريفيون انا غادي نديرو غير مع وليداتي، دونك غادي نسيو نديرو شي طبيله زوينه ونزوقوها ونصوبوها مع بعضنا. غادي نفيلمي ليكم ونوريكم كل شيء. خديت جوج فوالا الكحل هكا عجبوني ديال العود. من بعد خديت هاد الشميعات هادو في الدوغي، حتى هما بغيت ندير بهم الطابله ديال طراس العام. وخديت هادو غادي نزوقو بهم، نزوقو بهم الطابله ان شاء الله مع بعضنا. لي سيرفيات خديت غير ديال البابيي في الدوغي حتى هما. لقيت اخر، هاوي لقيت هادو، ماشي اوبليجي نشري لي باي، مي ما عجبني هاد اللون ديال الذهبي والكحل باش نزوقو الطابله حتى هما. الا كندوزو على الطابله علاش لا. شنو لقيت ثاني؟ وي خديت هادي باش نبقى نخرج لو بلا من الفران ملي كيكون سخون، ديال السيليكون ما كانتش عندي. صافي خديت المقاس، كل مره كيوضروا ليا ولادي ديال الكوزينه، هذا خديتو وجيسبر ما يوضروش ليا هاد المره هادي. صافي وخديت هادي ما كانتش عندي، كانت عندي وحده ديال البلاستيك ما كتقضيش ليا الغراض، باش ملي نجبد شي حاجه كتمق ليا في الزيت. وثاني لقيت في اكسيون، خديت هاد الموس، هذا كان عندي واحد وتوضر ليا، ما عرفتش فين داروا ليا الدراري امونا فيكون، داروا به شي حاجه ولحوه ليا بالزبل. شفت واحد اخر فوالا، ونشوف واش غادي يكون زبل ولا لا، حتى هو خديته من اكسيون. صافي هذا ما كان، انا فين هادي هو طبيصيلات خديتهم، ما عادش غادي نستعملهم ولا لا، اسقوا لي هذا ما عادش غنستعملهم ولا لا. حنا غادي نشوفو، غنشوفو مع بعضنا كيفاش غادي تجي الطبله، واش سوا نزيدهم سوا ما نزيدهمش، حنا غنشوفو. وخديت هذا، كان عندي واحد في الارجونتي كبير شويه، هذا شويه صغير، بقات ندير معكم ان شاء الله لا غوسيت ديال الكاطو البارد اللي كيدار في الثلاجه. وهذا المول هذا صغير شويه عجبني وغيقضي لي الغرض. صافي وخديت هذا الطبيصيل، هذا عجبني داير بحال صالادي، نقدموا فيه ما نعرف، حنا نشوفوا شنو نقدموا فيه مع بعضنا، سواء لا سالاد سواء لي بات سواء اون فيغا بيان. المهم عجبني، خديت حتى هو من اكسيون هذا الصباح. هذا فوالا، هادشي هادشي المشتريات ديالي من اكسيون البنات هذا الصباح. جاب الله دخلت غير ناخذ الصالاد، شوفي شحال حاجه وحاجه وشريت. نسالينا كاع هادشي اللي شرينا، غادي نمشي نجمعو في الكوزينه، وغادي نجمع هاد الروينه ديالي. نمشي ندير غدي ونتغدى انا وليداتي، راه باقي ما تغديناش. وان شاء الله غدا غادي نشارك معكم واحد لابيش دو نويل، غادي نصوبها في الدار باش نديروها لراس العام. غادي نسيي كاع داكشي اللي غادي ندير في راس العام، غادي نشاركو معكم، غادي ندير كلشي في الدار ان شاء الله. ماشي شي حاجه كبيره، دائما انا معكم بالجديد، الحاجه السهله ودغيا دغيا. غادي ندير معكم واحد الحلوه سهله مهله،
نشاركها معكم غدا ان شاء الله، حيت خصها تبقى في الثلاجه بارده لو جور دو ريفيون. وفي نهار غادي نبغي ديكوري الطابله دو جور دو ريفيون ونوجد داكشي اللي غادي نديرو، غادي نشاركو معكم، راه ما غاديش ننساكم. ماما سمحي ليا، سمحي ليا بزاف، ما لقيتش لي صالة ديال الجاج، لقيت غير هادو. جيسبر غادي يقضيو الغرض، جيسبر تكوني راضيه عليا. فوالا تهلاو فراسكم بزاف وكنبغيكم بزاف، وما تنساونيش باللايك وما تنساونيش بالابوني وبارطاج مع العائله والاحباب ديالكم اللي كتعرفوا. جيسبر كو الدوره ديالنا هاد الصباح هذا الاكسيون عجبتكم وعجبكم المشتريات ديالي. الا ما عجبتكم شي حاجه قولوها لي في الكومونتير، بغيتو تسولوني على شي حاجه وسي قولوها لي في الكومونتير، انا مستعده نسول نجاوبكم على كاع الاسئله ديالكم. فوالا جو فودي بون جورني، غرو 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 بيزو، وتهلاو فراسكم بزاف، جو فوز ام.